عيد أكبر ما أحلاه أزهر أيامي، إذا سعدني يا أمة أرداء الإسلامي. هكذا احتفالات تدل على اهتمام ورؤى واسعة وبعيدة المدى لبناء الإنسان، خاصة إنه البنت ستكون مستقبلاً أم والأم مدرسة. فإذا غرسنا القيم الإنسانية بذات البنت وطبيعتها وأخلاقها وقومنا أخلاقها منذ البداية، لا شك سينبني المجتمع بناء صحيح سليم قويم على أسس أخلاقية إسلامية متمتعة بأخلاق وعقائد أهل البيت. طالباتنا يعني كانوا متلهفات هذا الموضوع، ويعني اجن بإقبال منقطع النظير، وإحنا نفرح بهيجي خطوات ونتمنى هاي الأشياء يعني تتوسع مدارسنا وتشجع أطفالنا. حلو بأن واحد يعني يتكلف ويكون هيك قريب، يحس نفسه قريب من الله تعالى. ونقتدي بفاطمة الزهراء عليها السلام ورقية عليها السلام. وأني لما أريد أتكلف كنت محبة للتكليف، وجاء سألي صديقتي ومعلمتي واستفسرت، أعلموني أنه أنا أكون محتشمة والبنات المكلفات لازم يكون لهم دور بالمجتمع، أنهن مكلفات فلازم يعني يصير عن فد شخصيات قياديات بالمجتمع. أحسن حياة جديدة وألبس العباية والستور والحجاب، تصير عندي حياة جديدة أنه ما أتجاوز على الأكبر مني وأحكي بكلام على قدي على قد عمري. يعني أنا من لبستي يعني حسيت بشعوري وجهي تغير، طبعي تغير، يعني صرت كلش حلوة من هذا الحجاب اللي لبسته. قلبي يخفق بالإيمان يسمع تكبيراً وأذان، قلبي يخفق بالإيمان يسمع تكبيراً وأذان، يحمل لي عيناً في حياتي فربيع حياتي قد حان، عيد أكبر ما أحلى أزهر أيامي.